طيب في البداية لو نطلع السادة المشاهدين يا فندم عن هذا الاجتماع الهام مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا فندم، سيادة الرئيس امبارح في ظل طبعا نقش بعض يعني مجموعة من الموضوعات الهامة جدا والحيوية، وكان طبعا بدايتها الانتشار الحاد اللي موجود على مستوى العالم، وأيضا الزيادة في عدد الحالات المرصودة وبائيا لانتشار فيروس كورونا. مفيش شك في زيادة في الأعداد ملموسة، وكلنا طبعا حاسين بهذا، وزي ما بنتكلم طبيا وعالميا علميا على موضوع مسلسل التحورات أو التغيرات التي تحدث في هذا الفيروس، والمتوقعة زي ما قلت لحضراتكم كذا مرة النوع الجديد أو التحور الجديد له طبعا بعض المظاهر أو خصائص، منها سرعة الانتشار، انتشار سريع جدا. وأقول لحضرتك مثلا أن إذا كان فيروس الإنفلونزا العادية الشخص المصاب ممكن يصيب ما بين شخصين إلى ثلاثة، فيروس كورونا الأب يعني الأولي كان يصيب من 5 لـ 6 إلى 7. النهاردة رصد عالميا أن هذا التحور الجديد الشخص المصاب ممكن يصيب من 14 لـ 16 واحد، عشان نعرف بس حجم قدرة هذا الفيروس على الانتشار. فإذا لما هنا الإصابات بتبقى كتير قوي عددا، لكن سبحان الله يعني الحمد لله من حتى الآن ما رصد عن قدرة هذا الفيروس إن هو أعراضه تشابه كثيرا أعراض الإنفلونزا الموسمية، وطبعا احنا في موسم الإنفلونزا الموسمية فهناك خلط بالاثنين، وده بيبرز أيضا الزيادة في عدد الحالات المزدوجة، مش مزدوجة الإصابة، اللي عندها فيروس إنفلونزا واللي عنده إصابات كورونا. أيضا من حسن الحظ إن لحد الآن إصابات الجهاز التنفسي السفلي اللي هي الرئتين يعني بالذات أقل بكتير من الحالات السابقة. فده الموقف الوبائي، وعشان كده كان توجيهات سيادة الرئيس إن احنا، وطبعا ايضا مجلس الوزراء امبارح ادى تعليمات بهذا، ان احنا لازم نتبع ونؤكد ونلتزم بكل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه خوفا من زياده الانتشار. ويمكن ايضا في خاصيه اخرى يمكن رصدناها ايضا في الموجه الرابعه، ان الاصابات بتبقى في صوره اصابات عائليه او اسريه. يعني واحد يجي عنده الفيروس يخش البيت أو يقعدوا في اجتماع عائلي أو اجتماع عام ينشر هذا الفيروس، نبص نلاقي فجأة مسلسل الأسرة كلها بتصاب بهذا الفيروس على مستوى الوالد والوالدة والجد والجدة، وحتى الأطفال بيصابوا طبعا. فإذا هناك انتشار لهذا الفيروس، فدي مرحلة محتاجة مننا كلنا نتكاتف بحيث إن احنا نلتزم تماما. وزي ما حضراتكم قلتوا في الاخبار وفي رصد يعني نشاط سياده الرئيس امبارح، اتكلمتوا على التوجيهات بتاع سياده الرئيس بان احنا تاكيد بشده على كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، خاصه في الاماكن العامه، الاماكن الحكوميه، الاماكن التعامل مع الجماهير، وايضا مؤسسات الدراسه سواء في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي. احنا عندنا 25 مليون طالب وتلميذ في الجامعات والمؤسسات الدراسيه الاخرى. عندنا طبعا عدد ضخم جدا من الساده الاعضاء التدريس والعاملين والمدرسين، فدي فئه كبيره جدا. ويمكن زي ما قلت من لحظات المشكله هنا ان الاصابه التلميذ او اصابه الطالب او وينتقل الى البيت هنا العدوى للاسره كلها.